قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك أرنب وسلحفاة، سخر الأرنب من السلحفاة وقال: ما رأيك أيتها البطيئة أن نتسابق إلى طرف الغابة؟ سارت السلحفاة ببطء وصبر ولم تتوقف. قال الأرنب: سأنام قليلا ثم ألحق بالسلحفاة لأنني الأسرع. استيقظ الأرنب مذعورا وقام يركض ولم يلحق بالسلحفاة التي فازت بالسواق. ما شاء الله ما شاء الله يا ليان، أداء رائع وجميل. شكرا يا ليان صديقة البرنامج. سلام الله عليكم، أنا محبة البلد أرجوان الراشد، اليوم سأحدثكم عن حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله، أحسنتي أحسنتي تبارك الله، تقديم رائع وجميل ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا هبة الشيخ، حابة نحكي اليوم عن قصة الدب والتفاحة. كان يمشي الدب، ثم قالوا لأمه وأبوه خذوا تفاحة، فأخذ التفاحة ونزعها به الطاولة ومشى مشى للبيت. بعدها أمه وأبوه شافوها بالطاولة، بعدها أعطوه ثلاجة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا هي عائشة، تضربت عن السن، نتكلم عن الدوب، ما نحط أي شيء بالثلاجة عشان ما تخرب الثلاجة وتنفجر. أحسنتي يا هيفا على الشيخ، على الشيخ ما شاء الله تبارك الله، يعني حديثها جميل وتتحدث ما شاء الله يعني كده بطريقة جميلة فصيحة، هي فصيحة الآن تتحدث، حتى وإن كان هناك بعض الكلمات العامية ولكن نطقها نطق ما شاء الله بنت في عمرها، فيتحدث بهذه الطريقة فتبارك الله. أحسنتي يا أستاذة هيفا. الآن عندنا قصة كذلك من فارس الحربي، نتابع هذه القصة من فارس ثم نعود. أحسنت أحسنت يا فارس، تبارك الله تبارك الله، سرد جميل، إلقاء جميل، حركاته جميلة، يعني كل مقطع ومقطع ما شاء الله بطريقة حلوة، وهذا ترى يندل في المدعو ما شاء الله على يعني تربيته وتعليمه التعليم الصحيح، وكذلك أهله ما شاء الله يعني طلعوا المقطع بطريقة جميلة ما شاء الله تبارك الله يا فارس. أحسنت يا فارس، ونحن نحبك يا فارس في برنامج فطين، أنت صديق لهذا البرنامج يا فارس. هل تشاهدني؟ هل تسمعني؟ نحبك يا فارس.